ولذلك لا يطلب مجرد أن تؤمن بالله أنه خالقك ورازقك ومحيك ومميتك، هذا من الإيمان بالله، لكن الإيمان بالله أن يجمع أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وكلما كان العبد مشتغلا في تعظيم هذا الباب كلما عظم أنسه بعبادة خالقه. ألا ترى الرجل يطيل الليل؟ ألا ترى الرجل يطيل في الليل القيام ويطيل الصيام ويكثر من العبادات ويبذل الصالحات؟ إن ذلك دافعه عظيم ما وصل إليه فيما يذكر.